لما بيبقى فيه ردود فعل متعلقة ببعض القضايا اللي بنناقشها. كنا ما ناقشنا معاكم أسلاك الضغط العالي والمشاكل اللي بتعملها في بعض القرى في استجابة على الفور من محافظة البحيرة لما نشرناه، واحنا ده اللي بنقوله دايما، احنا بنناقش المشاكل بحثا عن حلول لها. خطر الموت صعقا بالكهرباء، شبح يحاصر أهالي قرية كنيسة أورين بالبحيرة ليلا ونهارا نتيجة سوء تنظيم شبكات الأسلاك الكهربائية التي تكاد تلامس البيوت والشرفات. انت ازاي يعني عايش كده في الكهرباء؟ والله يا فندم انا بقالي 10 سنين او 12 سنة في البيت ده، أسلاك الكهرباء دي ما كانتش موجودة، كانوا سلكين بس. دلوقتي حضرتك شايف ان السلوك 5 سلوك، وانا عندي اطفال، يعني انا عن نفسي انا عندي طفلين، ببقى قافل البلكونات خايف منهم، لما اطلع ابص الاقي ابني متعلق في السلك وبتمرجح فيه لانه طفل صغير ما هوش فاهم حاجه. دلوقتي شركه الكهرباء هتحرك امتى؟ ده يرضي مين؟ اهو ابني مره مش عارف يقعد في شقته اهو، وملكينا مش عارفين نقعدوا فيه، ملكينا والله اقسم بالله ملكينا. مش عارفين نقعدوا فيها ولا نبنوا فيها ولا نعملوا حاجه فيها، ولها 60 سنة معمول، وعيالنا فيه ناس ماتت واتكهربت وبهايم وعيغانهم وكل. هنا محول الكهرباء الرئيسي في قريه كنيسه أورين. هو طبعا زي ما انتم شايفين في الشارع عادي جدا وقريب من البيوت. انتوا ازاي بقى بتتعاملوا كده مع الاطفال؟ والله الاطفال كل ما احنا انا فتحت الدكان كل الناس بتوجع النار، كل واحد نجروا الحاجه يا جماعه المحاول بيضرب، نتصل على الكهرباء. ازاي بيضرب نار لوحده؟ لوحده كده بيشرس لوحده من فوق كده من فوق السوق اللي فوق دي. انتوا عايزين ايه؟ احنا عاوزين السلك ينشا، ما احناش عارفين نبني، ما احناش عارفين نعيش. عايزين نشيلوه، شيلهولنا يا نوبكم صواف فينا والله في الملك ده كله. عايزين المحاول ده يتشال من هنا، ما ينفعش يتن هنا. بناء على حلقة أذيعت سابقا ببرنامج العاشرة مساء عن معاناة أهالي قرية كنيسة أورين بالبحيرة من خطر أسلاك الضغط العالي والمحولات التي تكاد تلامس البيوت والشرفات، جاءت الاستجابة الفعلية من كافة المسؤولين بالمحافظة بإعادة تنظيم كافة شبكات الكهرباء بالقرية بعد رصد ميزانية مناسبة لإعادة تنظيم الشبكات. تم شيلان السلوك ديت بعد إزالة الحلقة مباشرة تقريبا ب10 أيام، وكان في أسلاك تانية كهربائية الضغط العالي هم كانوا بيشتغلوا فيها من وقت إزاعة الحلقة للنهاردة، والحمد لله إن هم انتهوا. الأطفال دلوقتي الحمد لله بيجروا بيلعبوا في البلكونة وما بيخافوش من حاجة، حتى ورا اللي جايين من المدارس ما بيخافوش حتى من السلك التيار العالي اللي اتشال. كان في الحاجات دي السلوك كانت بتعمل شرس، وكانت في حاجات بتولع، كان في مواشي بتموت، كانت الحياة مهددة بالفناء. الحمد لله والشكر لله ان الاولاد مبسوطه ومتخافش في البلكونه، واحنا نفسنا ما بنخافش على الاطفال. هنا كان مكان المحاول الرئيسي بالمنطقه اللي كانت شكوه الاهالي، وكان املهم الوحيد ان هو يتشال قبل دخول الشتاء، لان كان مع دخول الشتاء كانت دايما بتحصل كوارث. معانا المهندس جمعه رئيس كهربه شبراخيط، بنرحب بحضرتك، هيقول لنا تفاصيل. المنظومة اللي بدايتها القيادة السياسية الحكيمة بتتمثل في السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الكهرباء. التعليمات أصدرت لنا، المشكلة حصلت بالفعل هنا، قناة دريم جت صورت المعاناة. قمنا بالفعل على مدار 72 ساعة بالظبط برفع السلك ورميان الكابلات جوه للبلد. وأصبح هنا خلاص ما فيش محاول في الشارع وما بقاش ما عادش في محاولات في الشارع، المحاول موجود في الأوضة مؤمن تأمين كامل من جميع الجهد المتوسط والجهد المنخفض والمحاول. فرحة عارمة بزوال أسباب الخطر انتابت أهالي القرية وكأنهم ولدوا من جديد. أستاذ وائل البراشي
في الإعلام نبراسي، لو شافك حاقد أو فاسد بيقول يا لهوي يا خراشي. في الإعلام صوتي وحسي، حريف إعلام كأنه ميسي وهو في الإعلام أساسي. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالموضوع ده، وان هو اللي اصدر قرار بشيل اسلاك، وبنشكر كل العاملين بقناه دريم، الاستاذ وائل وحضرتك طبعا، ونشكر سياده المحافظ نادي عبده لاستجابتها على النداء، وبنشكر طبعا الزعيم الرئيس السيسي، ربنا يعينه علينا ويوفقه على كل اللي بيعمله، وبنشكر معالي الوزيره نادي عبده. ده طبعا جهود عظيمه من الرئاسه الجمهوريه ومن محافظه البحيره نادي عبده. احنا بنشكر قناه دريم ان هي وقفت معانا، وبصراحه لان السلك دي احنا كنا بنعانوا منها احنا وجيراننا والاطفال الصغيرين، والحمد لله يعني. لا شكر على واجب، ده واجبنا، ودي تعليمات رئيس الجمهوريه ووزير الكهرباء، مش شبرخيت بس ولا كنيسه اوريم بس، لا ده على مستوى الجمهوريه بالكامل. في مبلغ تدخلت وزاره التخطيط وحصرنا جميع الحالات المخالفه وإدناها أولويات في الترتيب بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مع المحافظة بالتحديد ومع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. احنا عاملين مؤيسات، تم تدبير الموارد المالية، خطبنا وزارة التخطيط وجبنا مبلغ أكثر من 65 مليون جنيه، هتأمل على مرحلتين، المرحلة الأولى 35 مليون جنيه والثانية 30 مليون جنيه عشان نحول كابل الهوائي لكابل أرضي. بدأنا فعلا بالفعل في كنيسة أورين ودفننا الكابلات الهوائية، نزلناها لكابلات أرضية وعملنا المحاولات، ووزارة التخطيط فعلا بعتت لنا الفلوس مرحلة أولى ومرحلة تانية، وإحنا بدأنا في قرية أورين ودخلين على لقانا كمان إن شاء الله. وأنا بشكر قناة دريم اللي هي قاسم مشترك معانا في كل مشاكل المواطنين، هي قناة دريم والقناة العاشرة برضو بتقول لنا على بعض مشاكل، جايز نكون احنا بنشتغل وكل حاجه، بس في مشكله هو يمكن بتصيرها، احنا بنتحرك على طول في الحال، كمان ما بنتاخرش. بيهمنا من تناول هذه الموضوع موضوعات الناس بتعيش مع الخطر، لان بعد ما حتى انا متذكر بعد ما ناقشنا هذا الموضوع واحد كتب ان البرنامج محبط ومشغول باسلاك الكهرباء، ما هي دي بتؤدي الى صعق الناس، والناس بتعيش مع الموت يعني، ولما يبقى كمان في النهايه نسلط عليها الضوء علشان المشاهد اللي شفناها واستمعنا إليها منذ قليل، ردود فعل على الفور، المشكلة انتهت وتم حلها والاستجابة لنا. ما أكثر الكرة بهذا الشكل، حتى وانا الناس بتشوف التقرير ببعتولنا إن عندنا نفس المشكلة، هل ممكن تساعدنا؟ هنحاول إن احنا نسلط الضوء على مشاكل مماثلة الناس بتعيش كده، وأسلاك الكهرباء في البلكونات معاها عايشة معاها يعني، والبعض بيموت صعقا بأعداد كبيرة، عدد الضحايا ليس قليلا يعني.